افريقيا، الفرصه موجوده لسه ما راحتش. واللي يعتقد ان منتخب غانا منتخب قوي، لا بلاش تدي برضو الحجم الكبير لفكره ان منتخب غانا قوي. لا، ما انت قلت منتخب موزمبيق ضعيف وتعادلت وانت هتخسر، وهتقول منتخب غانا قوي. اه هو منتخب قوي وليه تاريخ، ولكن لما تبص على الورق لازم الناس بقى تبص على الورق وتشوف الفرقه اللي هتلعبها، ولازم تذاكرها كويس. منتخب غانا عنده مشاكل كتير، منتخب غانا عنده مشاكل اكتر من منتخب موزمبيق، ولكن بغض النظر مين قوي ومين ضعيف، انت في الملعب هتتعامل ازاي؟ انت في الملعب هتحضر ازاي للبطوله؟ هتحضر ازاي للماتشات؟ منتخب غانا امبارح بيلعب مع الراس الاخضر، خسر في اللحظات الاخيره، بس الراس الاخضر او الكاف فيردي فرض سيطرته من بدايه المباراه، عارف هو عايز ايه. وقبل البطوله ما تتلعب كانت دايما في تصريحات حتى لمحللي فريق الراس الاخضر هنا في قناه الاهلي، كانوا دايما بياكدوا ان مباراه غانا هي المباراه الاسهل بالنسبه لهم، والمباراه الاصعب هي مباراه موزمبيق. هي بالتالي الناس ذاكرت ودرست وشافت مين اللي عنده نقاط ايجابيه ومين اللي عنده نقاط سلبيه. لازم نشتغل على ده. غانا امبارح لما بتلعب مع الراس الاخضر عندها مثلا مهاجم محمد قدوس بره القايمه خالص، مصاب، موجود في البطوله بس مصاب، هل هيكون متاح في ماتش مصر ولا لا؟ مش عارفين. ترجع مثلا لكينجسلي شنايدر، ما كانش موجود في مباراه الراس الاخضر، هل هيكون موجود في مباراه مصر ولا لا؟ اندري ايوه، وعندك كمان بينستيل رقم 13، لعيبه كويسه ولكن اداء فردي مش اداء جماعي. ماتش مصر وغانا على الاسماء مباراه كبيره، ديربي كبير جدا في القاره الافريقيه، ولكن تقدر تكسبه وتلعب مباراه كبيره وتكسب. احنا في اوقات كتيره كنا بنلعب غانا بغض النظر عن ماتش تصفيات كاس العالم، كانت غانا عندها لاعبين على اعلى مستوى، وكان منتخب مصر بيفرض سيطرته على منتخب غانا. مش هنسى 2010 اصعب جيل منتخب مصر واجهه في كاس العالم، كان في كاس الامم، كان 2010 في انجولا في الفاينل وكسبنا غانا. كان وقتها جيل بيتم تحضيره وتكوينه، وساعتها الجيل ده راح كاس عالم، ساعتها كسبناه في انجولا في نهائي كاس الامم 1-0 بهدف محمد ناجي جده. فاتمنى المنتخب يقدر يقدم حاجه جيده في مباراه غانا. كانت طبعا في تصريحات بقى للاستاذ خالد الدرندلي امبارح، اتكلم على ان اللعيبه تتحمل المسؤوليه، النهارده بيتكلم على ضروره المسانده. عموما انا مش عارف كتير عند التصريحات، ولكن اتمنى من اللعيبه قبل الاجهزه الاداريه او البعثه الرسميه تكون عندها يعني احساس بالمسؤوليه، لان البطولات اللي زي دي هي اللي بترفع قيمه وشان اي لاعب مع منتخب بلده، مع كامل الاحترام لاي انجازات فرديه بتتحقق وانت بتلعب في ناديك او بتلعب حتى في اوروبا، انجازك مع منتخب بلدك ده اهم انجاز ممكن يتسطر في حياتك.